الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ممكن تقعدوا كده علشان يبقى كلامي موجه لناس، بدل ما أكلم العمود اللي يحضر الدرس يجلس قدام الشيخ، ولا هكلم العمود؟ لا مش للدرجات كده، عشان الكاميرا، في كاميرا يعني، سيب مكان الكاميرا وتقعد. يبقى الكلام موجه كده، في حياه، انما كده مفيش حياه. بكلم البحر والناس قاعده كده. يعني حديث سيدنا جبريل لما جاء يطلب العلم للنبي، مش علمنا كيفيه طلب العلم؟ اقترب من الشيخ حتى وجع ركبتيه الى ركبتيه، حتى يكون تحت نظر الشيخ. يقوم نفس نظر الشيخ بيعلمك زي كلامه، بل يمكن نظره يعلمك اكتر من كلامه. بينما حكايه ندور على الحيطه كده ونسند عليها ونسيب الشيخ يكلم الاعمده، فده بيعمل جفوه بين الشيخ والتلميذ، يبقى في نوع من الجفاء، واحنا بقينا تعبانين من حياتنا اللي فيها قسوه بسبب هذا. حتى الصفوف في الصلاه دلوقتي بقت صفوف متباعده تؤدي الى تباعد القلوب. تباعد الصفوف يؤدي الى تباعد القلوب، ونحن نعاني من تباعد القلوب. تدخل المساجد دلوقتي تلاقي المسافه بين كل صف وصف 3 صفوف، سايبنا فراغ كده. مش بتلاحظ الحكايه دي؟ تباعد الصفوف يؤدي الى تباعد القلوب، وعدم جلوسك امام نظر الشيخ ونظر المربي ونظر ابوك يؤدي الى عموم وجود قسوه وفي قلبك ومراره في الحياه. تشعر انك وحدك، تشعر انك في الحياة لوحدك. بيقوم الناس تعمل ايه؟ جالها اكتئاب ويقعوا في الادمان ويهربوا في الخمور، عشان يهرب من قسوة الحياة بقى، يدور على حاجة يبلبعها تقوم تنسيه قسوة الحياة. عشان كده انتشر شرب الخمر والادمان والحاجات دي بسبب ايه؟ قسوة الحياة. لو الحياة فيها ألفة كده تلاقي الناس حاسة بحلاوتها، فمش محتاج يروح يغيب عقله. فاحنا عايزين نراعي مثل هذه الأمور، بحيث الشيخ يضيع نص الدرس عشان يقول لكم الكلام ده، كده ضيعنا نص الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، شارحا كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع أحمد بن أبي شجاع في فقه السادة الشافعي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. آخر مجلس قبل الأجازة كنا تكلمنا على فصل في أحكام نفقة الأقارب، وانتهينا منه الحمد لله. اليوم فصل في أحكام الحضانة. الحضانة يعني من يحتضن الطفل غير المميز، دي اسمها الحضانة. من يكفله؟ فالحضانة نوع كفالة، وممكن تقول الحضانة هي الكفالة، وهي نوع ولاية، نوع ولاية، وهي ولاية تقدم فيها الإناث على الرجال على الذكور. يعني الحضانة نوع من الولاية، وفي هذه الولاية يقدم فيها النساء على الرجال. فالحضانة تكون للأم مش للأب إذا كانت الأم فيها شروط الحضانة. فإن لم تتوفر الشروط في الأم تنتقل إلى الجدات من جهة الأم. يعني هي ولاية يقدم فيها النساء على الرجال، لأنهن يستطيع أن يقوموا برعاية الطفل قبل تمييزه، من حيث تربيته وغسله وتغيير ملابسه وتنظيفه والصبر عليه وإطعامه والسهر على حاجاته وعدم مرافقته. أما الأب فبيخرج للعمل، طب الطفل ده مين اللي يرعاه؟ الأم تبقى في البيت. وشكل الحضانة نوع من أنواع الولاية التي تقدم فيها الأنوثة على الذكور. فصل في أحكام الحضانة.
وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. الحضن اللي هو الجنب، يعني كأن الست لما تحضن ابنها بتاخده على جنبها، فالحضن هو الجنب، فالحضانة ان هو بقى في جنب امه، في جانب امه، خدت بالك؟ فجاي من الاسم ده. دلوقتي الناس في الزمن بتاعنا الحضانة هو ايه؟ العيل يقعد بعيد عن امه، توديه الحضانة وتروح شغلها، فهمت ازاي؟ على عكس مفهومها في الشرع. يعني اصبح اللي بيحضن الاطفال في زماننا مين؟ غير الامهات، بل اجنبيات، بل لا يراعوا حتى الرحمة والشفقة. وبالتالي الطفل منذ صغره لا يذوق الحنان ولا الارتباط، فيطلع قاسي الطبع. فاحنا نعاني الان من الشباب القاسي الطبع، لان ده شباب اتربى في الايه؟ في غير حضن امه. فاللي اتربى في غير حضن امه يطلع ما عندوش ولاء لبلده، ولا ولاء لاسرته، ولا ولاء لاخوته. يطلع عنده قسوة، قاسي الطبع. وعشان كده اذا اردنا اننا نجيب جيل جديد يبني هذه البلد، لازم ندي اجازة للنساء بمرتب فترة الحضانة، عشان نضمن ان الاطفال دول يطلعوا خدوا جرعة حنان كافية، يطلع عنده انتماء لبلده، وعنده حنان، وعنده ما عندوش قسوة لقلبه، وعنده احترام لاسرته ولاهله. احنا تربينا، احنا الجيل بتاعنا اتربينا ننزل من المدرسة امنا اللي تنزلنا ونرجع نلاقي امنا في البيت. عشان كده الجيل بتاعنا ما حرقش بلده، ولا مسك حاجة يحرق جامعته، بل يزعل لو حاجة اتحرقت قدامه. الجيل بتاعنا كده. انما الجيل التاني اللي اتربى في الحضانات هو اللي احنا شفناه ايام ما حصل الربيع العربي، يحرق بلده ويحرق اهله ويرمي بعضهم من فوق السطوح قسوة غريبة. كل ده منشأه على فكرة من الطفولة، اتربى مع الأتاري واللعب العنيفة وأمه في الشغل، ومع الخادمة، ومع المربية اللي في الحضانة اللي بترعى 20 عيل 30 عيل، تقوم تضرب ده وتقسو على ده وتسيب ده يعيط ما حدش يسأل عليه، فيطلع حاسس بالوحدة منذ صغره. فاستعمال الحضانة اللي احنا في العصر الحديث ده هو اللي أدى إلى فساد هذا الجيل، فالجيل ده مجني عليه، جاني وفي الحقيقة مجني عليه، فهمت بقى ازاي؟ فلازم الحكومات تراعي ان المرأة العاملة اول ما تولد يديها اجازة بمرتب 7 سنين لحد ما العيل يبقى عنده 7 سنين، سن التمييز، عشان هي اللي تنزله المدرسة والواد يرجع من المدرسة يلاقي امه قاعدة في البيت، ما يلاقيش الشغالة، او يلاقي المفتاح سايبهوله عند الجيران يفتح ويدخل العيل الصغير مسكين لحد ما امه تجيله الساعه 7 بالليل. ده عيال مساكين اتربوا في صوره صعبه قاسيه، حياه قاسيه، القسوه دي ملأت قلبه، فهمت بقى؟ فالنقط دي مهمه لازم ناخد بالنا منها ان اردنا اننا نحافظ على بلدنا مره اخرى ونطلع جيل يبني البلد مره اخرى. لازم نرجع النساء لبيوتهم فتره الحضانه اللي هو الشرع قال عليها ايه؟ 7 سنين، لحد ما الطفل يبقى عنده 7 سنين. يعني ايه؟ يعني يعرف يحمي نفسه، يغير هدوم لنفسه، يعرف يدخل الحمام لوحده، فهمت؟ يعرف ياكل نفسه، ويكون عنده واجب يعرف يشغل نفسه فيه لحد ما امه تيجي. انما الطفل الصغير المسكين ده، ده يمشي يدور على مامته في كل البيت ودموعه ماليه عينيه لحد ما تجيله بالليل ان شاء الله، بعد ما يكون يائس انها تيجي، وينام ودموعه في عينيه، فهمت ازاي؟ فيعيش بهذه الصوره اللي احنا شفناهم. الشباب اللي شفناه بيحرق بلده ده شباب جاني ومجني عليه في الحقيقه. فعايزين نشوف بقى منظر الشرع ازاي كان يراعي مثل هذه الاجيال. يبقى الحضانه لغه ماخوذه من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب، لضم الحاضنه الطفل اليه، لان الحاضنه بتضم طفلها الى جنبها، يعني معناه قاعده جنبه وهو قاعد جنب امه، فيش حاجة اسمها نفرقه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ملعون من فرق بين المؤتلفين. يعني نظام العمل اللي يفرق بين الام وابنها من اجل ايه؟ ضرورة المرتب لانها فقيرة، ده نظام عمل ملعون، لانه فرق بين المؤتلفين. وعشان كده تلاقيهم في الاخر مفيش انتاج في العمل، مفيش حتى بركة في العمل، بيروحوا العمل ويرجعوا يزحموا لنا المواصلات ومفيش انتاج،
طب ما تقعدوا مديهم مرتب، المواصلات هتخف وهيبقى فيه انتاج، وهتضمن جيل طالع جديد منتج مبتكر بيحب بلده. يعني كان الشباب يشوف بلده بتتحرق يقول يعني احنا مالنا، هي بلدنا؟ مش كنا بنسمع الكلام ده من واحنا الجيل بتاعنا يبقى قلبه بيحترق وهو شايف المبنى بيحترق، لان احنا اتربينا في حضن امهاتنا، والجيل ده اتربى في حضن مين؟ الدادة والجيران. فهمت بقى؟ فلازم نعرف ان احكام الحضانة دي ده من ابواب الفقه المهملة في هذا الزمان اللي ادت الى ان بقى في اجيال مجني عليها ثم صارت مجرمة بعد كده. صارت مجرمة في صورة ايه؟ اما مدمنين او قاطعي رحم او موظفين مرتشين او مفسدين في الارض، وهم دول في الاخر اللي بيطلع. يبقى لازم نهتم بهذه الفصول في ابواب الفقه. لما يجي الفقه الاسلامي يهتم ويعمل قوانين تخص الحضانه لاهميتها، مش مساله طرف فكري، لا، ده علشان الحياه تستمر بصوره طيبه بحيث انك تنعم في حياتك، وابنك لما تكبر تلاقيه يرحمك في سنك في شيخوختك، مش يعامل امه. احنا بنشوف دلوقتي ابناء يمكن لما يجي يتجوز ومش لاقي له سكن يطرد امه ويسكن مكان امه، ويمكن يقتل امه عشان يسكن مكانه. شفنا الحاجات دي كلها عشان ما اهتمناش بايه؟ بالحضانه، احكام الحضانه في الاسلام. فلازم ناخد بالنا من مثل هذه الاحكام، قصرنا فيها ايام تقصير. شرعا معنى ايه الحضانه الشرعيه؟ احنا قلنا المعنى اللغوي جايه من الحضن، والحضن هو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه إلى جانبه. طيب شرعا بقى معناه إيه؟ حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون. يعني افرض الأم خلفت عيل عنده تخلف عقلي، يبقى العيل ده كبر بس ما يستغناش عنه، يبقى محتاجه تفضل جنب ابنها. شفت قد ايه؟ يبقى اذا كان انسان عاقل فهو هو طفل محتاج اللي يقوم على رعايته حتى يستقل، يعني يصبح مميز. بعد التمييز ممكن يبعد عن امه شويه، يقعد مع ابوه بقى، ابوه يربيه يبقى راجل، والبنت تقعد مع امها شويه عشان تربيها تعلمها ازاي تطبخ، ازاي تنظف البيت، ازاي ترعى اخواتها الصغيرين. تقوم تتعلم تربيه الابناء وهي لسه طفله، تقوم لما تبقى ام تبقى ام مدربه. يبقى شرعا حفظ من لا يستقل بامر نفسه، يعني لا يستطيع انه يقوم بامر نفسه بنفسه. طب بسبب ايه بقى؟ وما يعرفش يحمي نفسه عما يؤذيه. تشوف العيل من دول مسكين قاعد في البيت لوحده، وامه تنزل شغلها مش لاقيه تجيب حد يقعد معاه، يلعب في البوتاجاز يحرق، ترجع تلاقي ابنها محروق. او لعب في كبس الكهرباء، ترجع تلاقي ابنها متكهرب وميت. او جاب كرسي وقف على سور البلكونه ووقع من سور البلكونه. يبقى ما يعرفش يحفظ نفسه عما يؤذيه. فلازم يبقى في حضانه في الطفل الصغير لحد ما يعرف ايه اللي يؤذيه يمتنع عنه من نفسه. وكمان من يقوم على رعايته بما ينفعه. الواد جعان مش لاقي حد ياكله، يعمل ايه مسكين؟ يقعد يزحف ويدور يدور، يلاقي ازازه فيها بطاس يفتكرها لبن، وهي بطاس. واحنا روح ابو الريش، وانا بقول لك القصص دي واقعيه، روح ابو الريش مستشفى الاطفال في ابو الريش ومستشفيات الاطفال في بلادنا، عدد كبير من الاطفال شربوا البطاس على انه لبن، لان الام مشغوله والعيل جعان، فافتكر البطاس لبن فخده شربه، حرق المريء، يعيش طول عمره مش عارف يبلع، ويتعمل له عمليات ويعيش عمره في مآسي وتوسيع مريء وشغلانه، ويعيش بقى في مأساة طويله لحد ما يبلغ سنه 20 سنه، ويبقى كمان ايه وزنه ضعيف، وعايش كل ده ليه؟ عشان غفلت عنه. يبقى لازم الحضانه دي امر مطلوب يا جماعه، مهم مطلوب، يمكن شده طلبه كشده طلب الصلاه بالظبط كده، عشان هي اللي هتربي الناس اللي هتقيم الصلاه بعد كده. فهمت بقى؟ والا هتربي ناس لا تقيم الصلاه ولا تعرف تعبد ربها. يبقى حفظ من لا يستقل بامر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل،
مش مميز كالطفل، او يكون مش طفل كبير وصابه جنون، او يكون هو اصلا مولود بقى عنده خلل في عقله. فبيقول ايه؟ واذا فارق الرجل زوجته، يعني فارقها بالطلاق بقى، يبقى لو ما فيش طلاق او الطفل محضون بالاب والام، ودي اكمل الحضانة، ان الطفل يتربى في وجود الاب والام اكمل الحضانات. كويس. طب حصل فرقة، يعني طلاق او فسخ لعقد النكاح او خلع او اي سبب من اسباب الفرقة، يبقى ايه؟ واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد. ولد هنا يعني مولود، ذكر او انثى. ولد هنا يعني ايه؟ يعني مولود، مش ولد بوي، لا مش بوي وجيرل، لا ولد يعني مولود، ذكر او انثى. واضح؟ وذكر او انثى ايه؟ لم يميز. كمان لازم نعرف ان ولد دي نفهم منها مولود ذكر كان او انثى ولم يميز، يبقى حصل طلاق. راجل طلق زوجته وعنده منها اولاد او ولد واحد سواء ذكر او انثى ولم يبلغ التمييز بعد، فهي المرأة بقى المطلقة دي احق بحضانته. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المرأة احق بحضانته. ليه؟ لان هي اللي هتستطيع تقوم بشؤونه. الاب ما يعرفش يغير له ولا يحميه ولا ياكله ولا يشربه ولا يرضعه، طبيعته النفسية ما تتحملش هذا ولا وقته يسمح له هذا، لانه هو بيخرج في الاسواق بيشتغل وبيعمل والعيل هيضيع. يبقى هي احق ايه؟ بحضانته. يعني حضانته اي تنميته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه. هي حقه كان يقول باطعامه وسقيه، لان طعامه وشرابه ده المرأة الحاضنة عليها الافعال مش عليها الاعيان، مش عليها تجيب له الاكل ولا عليها تجيب له الشرب، ده عليها تسقيه وعليها تأكله. طب ومين يجيب الاكل والشرب؟ الاب. فهمت بقى؟ يبقى كان حقه يقول ايه؟ تنميته بما يصلحه بتعهده باطعامه وسقيه، بلل طعام وشرب، باطعامه وسقيه. ليه بقى؟ لان عليها الافعال وليس عليها الاعيان، عليها الفعل الخدمه، وما عليهاش تجيب عين الخدمه، تجيب الاكل وغباك وتجيب الشرب وتجيب الكسوه، لا من هي شغلتها تكسيه تلبسه يعني، لكن مين اللي يشتري له الكسوه؟ ابوه. شغلتها تطعمه، لكن مين يجيب الطعام؟ ابوه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مش ربنا قايل كده؟ وعلى المولود له، المولود له هو الراجل، مش هو ده المولود ليه؟ يبقى الراجل هو اللي عليه. واحنا بنشوف دلوقتي رجاله يطلق زوجته وعنده منها اولاد وبنات ويتركهم لا ينفق عليهم، كتير جدا بقى، حدث ولا حرج. لدرجه دلوقتي يعني حوالي 40% من المطلقات هم اللي قايمين بالنفقة على أولادهم، والآباء ما بيسألوش، وكثير من الآباء أغنياء ولا يسأل. يوم القيامة الراجل ده هيتبهدل، اللي هو ساب ولاده ما ينفقش عليهم، ده يوم القيامة هتبقى فيها إيه؟ بهدلة شديدة ولوم شديد، حيث لا ينفعه لا صلاة ولا صيام. شوف قد إيه؟ فلازم ناخد بالنا من مثل هذه الأشياء. يبقى الاباء ما قاموش بحقهم في الحضانه يعني في النفقه، ولا الامهات قاموا بحقهم في الحضانه يعني ايه؟ يعني برعايه الطفل والالتصاق به فتره عدم تمييزه. خد بالك ان الام وهي بتردع طفلها بتردعه اللبن في الحس، وبتردعه الحنان في المعنى. يعني هو بيرضع بفمه اللبن، وبيرضع بقلبه الحنان. فيطلع العيل من دول عنده ايه؟ حنان كده لامه، وعنده انتماء لامه والبيت، ويحب امه ويحب ابوه، وما يقدرش يزعل اخواته. فهمت ازاي؟ لانه بقى خلاص قلبه امتلأ بالحب. لكن دلوقتي حتى انتشر حكايه الرضاعه الصناعي،
يبقى ايه؟ يبقى العيل هو اللي بيمسك البتاع الببرونه برجليه الاثنين ويرد على نفسه. والام مش بنشوف الحاجات دي في الاعلانات. بس ده مسكين، ده انت بتربي حيوان مش انسان. كده يتربى يطلع حيوان مش انسان. الانسانيه انك انت وهي بتاكله تاخده في حجرها وتحضنه. وهو بيرضع كده تبص في وشه كده وتبوسه. وتيجي اول ما ياخد ما ترضعه تقول له بسم الله، وما يخلص رضاعه تقول الحمد لله، وتبتدي تكرعه. شوف العيل مع الحاجات دي كلها واللمسات الايد دي كلها والاحضان دي كلها. شوف النبي كان يمسك سيدنا الحسن والحسين يحضنهم ويشمهم. فهمت ازاي؟ الاخرين يطلعوا ايه؟ يطلعوا محبين لابوهم، محبين لامهم، عندهم ارتباط. لكن احنا دلوقتي بنربي ابنائنا كالحيوانات. يعني ايه؟ يعني جايبين لهم كده زريبه وارمي لهم الاكل وارمي لهم الشرب وانطلق انت في الدنيا. ما ينفعش، انت كده بتربي حيوانات مش بتربي انسان. يبقى تنميته بما يصلحه بتعهده باطعامه وسقيه. واي بطعامه وشرابه؟ قلنا الاولى باطعامه، لان عليها الافعال. يعني عليها تغسل له هدومه، لكن مش عليها تجيب مسحوق الغسيل ولا تجيب الغساله. فهمت بقى ازاي؟ انت جيب لها الغساله وجيب لها مسحوق الغسيل، هي بقى تقوم تغسل. فهمت بقى المساله؟ بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه. لما يعيا كمان انت تجيب له الدواء وهي تدي له الدواء. الاب يجيب الدواء والام تدي للابن الدواء. الاب يوديه للدكتور ويدفع الفيزيتا ويصرف الروجيتا ويديها للام. فهمت؟ كل واحد عليه واجبات. وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. مؤنة الحضانة يعني تكاليف الحضانة. المؤنة يعني ايه؟ التكاليف، التمويل. على من عليه نفقة الطفل ما لم يكن الطفل لي مال. افرض الطفل ده ابوه مات وهو لسه صغير، وبعدين الطفل ده ورث، خلاص يبقى الحضانة بتاعته من اللي ورثه من ماله. ويبقى في قيم على ايه؟ على مال الطفل. هو المسؤول انه ينفق على الطفل من ماله. فهمت؟ ان كان له مال. ملوش مال يبقى على ولي امر. ان كان لي اب خير وبركه. طب ملوش اب، لي اخ كبير، يبقى على الاخ الكبير القادر على النفقه. طب ملوش اخ، يبقى على العم الشقيق. واخد بالك؟ طب ملوش عم شقيق، على ابن العم الشقيق. طيب ملوش عم شقيق، لي عم غير شقيق، يبقى على العم غير الشقيق. وهكذا، بحيث ما فيش عيل يضيع. ما فيش عيل يضيع في المسلمين، لان العيل ده دلوقتي بعد كام سنه هيبقى هو الراجل. فهمت؟ واذا امتنعت الزوجه من حضانه ولدها. افرض المراه امتنعت من حضانه ولدها، ما تجبرش، لا تجبر. يبقى الحضانة المرأة لابنها حضانة اختيارية وتثاب عليها. فإن امتنعت قالت مش قادرة أخدمه. فهمت ازاي؟ وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها، انتقلت، ما قالش أجبرت، انتقلت الحضانة لأمهاتها. ننقل الحضانة لأمها. فهمت بقى ازاي؟ اللي هي جدته للأم مش جدته للأب، لأن احنا قلنا بيرجع فيها جانب الأمهات. يبقى المرأة رفضت تحضن ابنها لأي سبب من الأسباب، هبلة، مخنوقة، قاسية الطبع، عايزة تغيظ جوزها اللي طلقها، أي حاجة بقى، أي سبب من الأسباب، أو سفيهة ما تعرفش ترعاه، عندها سفاهة. فهمت ازاي؟ يبقى نعمل ايه؟ تنتقل منها إلى أمها. طب امها مش موجوده، تنتقل لاختها، للخاله. الخاله تقدم على العمه. فهمت بقى؟ الخاله تقدم على العمه. انتقلت الحضانه لامهاتها. اذا امتنعت الزوجه من حضانه ولدها، اما حقيقه امتناع حقيقي او امتناع حكمي. حقيقه تقول انا مش عايز ارعاه لاي سبب ما لناش دعوه، لان ما تقدرش تجبرها. عارف لو اجبرتها ممكن تعاقب العيل، ما ترعبوش، تسيبه، تهمله،
عشان تحطك قدام الامر الواقع. يوم العيل المسكين يدفع الثمن، لازم تبقى برغبتها. اذا امتنعت حقيقه يعني قالت لا انا مش حرام، او حكما يعني ايه ماتت، او مثلا اصابها جنون جالها مرض نفسي بقت مجنونه مسكين. فهمت ازاي؟ لما جوزها طلقها اتجننت، او غابت جالها سفر للعلاج جالها مرض قالوا لها لازم تسافر للعلاج، او اتكسرت ودخلت مستشفى هتقعد شهرين تعالج رجليها، هيبقى اسمه ايه؟ امتناع حكمي، تنتقل للام. فهمت بقى ازاي؟ وتستمر حضانة الزوجة الى مضي 7 سنين. تستمر الحضانة للزوجة اذا فارقت زوجها، للمطلقة يعني. طبعا الزوجة هنا يقصد المطلقة، لان طالما هي لسه زوجة فالحضانة بينها وبين جوزها، قاعدين مع بعض خلاص، زي ما تربينا احنا في بيتنا ابونا وامنا معانا خلاص، ما فيش اشكال. لكن احنا بنتكلم هنا بقى مطلقة، تفضل الحضانة معاها لما يبقى العيل عنده 7 سنين. وعبر بها المصنف ليه قال 7 سنين؟ لان ده سن التمييز غالبا. طب افرض اتاخر تمييزه عن 7 سنين، يبقى العبره بالتمييز. طب ميز قبل 7 سنين من واد ذكي كده ونبيه بقى في 6 سنين و5 سنين مميز، تنتقل الحال، يبقى العبره بالتمييز. غالب سن التمييز ايه؟ 7 سنين. اللي هو ايه التمييز؟ انه يقدر ياكل نفسه ويشرب نفسه ويدخل الحمام لوحده ويلبس هدومه لوحده، ولما يبرد يغطي نفسه، يبقى وعارف ان النار بتحرقه ما يلعبش في النار، وعارف انه لو نط من على سور البلكونه هيتكسر يقوم ما يعملهاش. يعني فهم بقى. وعبر بها المصنف اللي هي 7 سنين يعني لان التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار انما هو على التمييز سواء حصل قبل 7 سنين او بعدها. افرض عيل متاخر تمييزه شويه وميز بقى عنده 10 سنين، خلاص يقعد معاهم على 10 سنين وهكذا، يبقى العبره بالتمييز. بعدها بعد كده، ما احنا قلنا ان الصوره دي في صوره اللي حصل فرقه. بعد 7 سنين نخير، يخير المميز بين ابويه، نقول له تحب تكمل حياتك مع مين يا ايها الطفل المميز؟ كويس. طب الولد ما اختارش، يبص لابوه كده ويبص لامه وما اختارش. فهمت بقى ازاي؟ لو ما اختارش الطفل يبقى هنعمل ايه؟ لو ما اختارش تقدم الام. خلاص؟ لو ما اختارش نقدم الام، لان الام مجربينها في 7 سنين اللي فاتت، مش هنجرب الاب بقى. وهي ايدها على عيل. العيل متردد بين الام والاب فما اختارش، يبقى ايه؟ تقدم الام، ويبقى الاب يزوره كتير لحد ما تتوتر العلاقه. بعد كده ما يكبر اكتر يقعد مع ابوه، لان العيل بالذات الذكر لو وصل لسن معين قد لا تستطيع الام رعايته الرعايه الكويسه، لانه هيبقى في سن مراهقه وممكن يتعالى على امه، فمحتاج سن المراهقه ده يتربى مع ابيه. فهمت بقى ازاي؟ طيب اختارهم الاثنين، نعمل ايه؟ نعمل قرعة. القاضي يعمل قرعة. يبقى لو ما اختارهمش تقدم الام، لو ما اختارش حد وقف متردد نقدم الام، لان ايدها على العيل وجربناها 7 سنين قايمه بواجبها كويس، واللي جربناه احسن من اللي ما جربناهوش، يبقى نديه للام. ونوصيها انها تسمح للاب ان يزوره وياخده يفسحه وايه ويوطد علاقته بابنه. فهمت؟ او بنته، لانه ممكن هي تكون بتاسيه. واضح؟ طب اختار الاثنين وقاعد يعيط، بس هما متطلقين ما ينفعش الاثنين، نقوم نعمل قرعه. خدت بالك؟ طب افرض اختار الواد الام، وبعد ما اختار بسنة اتضح ليه انه اختيار الاب كان مصلحة اكتر، ليه يغير اختياره؟ مفيش مشكلة، مش الكلام يعني اختيار نهائي،
لا ده ليه في اي وقت يغير اختياره، بعد سنه، بعد 6 اشهر، بعد 4 شهور، وبعد سنه قال لا انا هرجع هقعد مع ابويا، وبعدين قعد مع ابوه لا ابوه بيعامله بقسوه شويه، ليه غير الاختيار ولا عايز ارجع عند امي؟ شوف قد ايه يعني له ان يختار. كل ده لمصلحه العيل علشان الطفل ما يعيش في بيئه هو كارهها، والا في الاخر هيسيب البيت ويبقى ابن شوارع. احنا دلوقتي بنعاني من ابناء الشوارع، عشان كده عندنا في مصر يقال 2 مليون طفل ابناء شوارع في القاهره بس. فدي عمليه ازمه. ابناء الشوارع دول عباره عن عصابات بعد كده، وقطاع طرق، ومدمنين، وسفاكين دماء، وشواذ جنسيه. ما هي دي قصتهم في الاخر. يبقى خد بالك. بعدها يخير المميز بين ابويه فايهما اختار سلم اليه، خلاص. وزي ما قلت لك ليه بعد اختياره يغير اختياره، مفيش اشكال. ليه بعد اختياره يغير اختياره. فان كان في احد الابوين نقص كالجنون فالحق للاخر ما دام النقص قائما به. خلاص مش هنخيره لو طرأ نقص على احد الابوين. مش هنخير. الاب مسكين جاله جلطه وبقى مشلول لما العيل بقى عنده 7 سنين. طب هو المشلول ده عايز اللي يخدمه. هنجيب له العيل نقعده مع ليه؟ خليه مع امه. فهمت بقى ازاي؟ او الام اصيبت بمرض ما اصبحت غير قادره على انها تخدم، يبقى يروح لابوه. خلاص مش هيخير لان الظروف كده حكمت بكده. فهمت؟ يبقى إن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فألحق للآخر ما دام النقص قائما به. يبقى مثلا الأب مكسور وبعد 3 شهور هيخرج من المستشفى ويعمل شهر علاج طبيعي، وبعد كده يبقى سليم، يبقى خلاص خليه قاعد مع أمه لحد ما الأب يبقى سليم ويبقى يطلب يروح له. وإذا لم يكن الأب موجودا، الأب مسافر مش قاعد في البلد، مش موجود، اما مش موجود حقيقة ميت، او مش موجود حكما غائب مسافر، واضح؟ خير الولد بين الجد والام. الجد اللي هو ابو الاب يحل محل الاب بقى. فهمت بقى ازاي؟ الاب مش موجود، اما ميت او مسافر او غير صالح للرعاية لانه عنده مرض نفسي مثلا او غير قادر للكسب. يبقى ايه؟ نخيره بين الجد والام. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم. طب الأم مش موجودة، احنا قلنا للجدة للأم. طب الجدة مش موجودة يبقى للأخت. طب الأخت مش موجودة تبقى لبنت الأخ، لبنت الخال مش لابن الخال، بنت الخال. طب ملوش خال يبقى البنت العمة. فهمت بقى ازاي؟ نمشي بقى بالطريقة. المهم نقدم النساء. وشرائط الحضانة 7. امتى بقى تبقى هي واخدة الحضانة؟ لو فيها الشروط دي. لو اي شرط من الشروط اللي جاية دي مش موجود فيها، ما تنفعش تبقى حاضنة في اي سن كان، ولا يخير بينهما، خلاص سقطت قدرتي على الحضانة. يبقى الحضانة ليها شروط. طبعا هنا مختصر لانها فيها شروط اكتر من كده، بس هنقول ايه نماذج من الغير مذكور بعد ما نخلص المذكور. اول حاجة العقل. فلا حضانة لمجنونة اطبق جنونها وتقطع. امه بيجي لها مرض نفسي مسكينة فبتفقد قدرتها على التمييز وعلى العقل كل فترة، وبتاخد ادوية نفسية مسكينة وبتنام ومش داريانة بنفسها، وبعدين تفوق لنفسها شهر وبعدين ترجع تعيا تاني شهرين ثلاثة، يبقى دي لا تصلح تبقى حاضنة. سواء كان الجنون مستمر يعني أطبق أو جنونها متقطع. فهمت إزاي؟ دي ما تنفعش تبقى حاضنة لأنها ما نضمنهاش. إحنا شفنا ستات ذبحوا أولادهم وحرقوا أولادهم علشان عندها مرض نفسي. يبقى إيه أول حاجة؟ العقل. فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع. فإن قل جنونها يعني بتتجنن كده يوم كل كم شهر. فهمت إزاي؟ فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك، وتبقى أمها تراعيه، تراعي العيل في اليوم اللي مجنونة فيه دي. فهمت إزاي؟
لان في بعض الناس بيجي لهم نوع من الانهيار النفسي بسبب مواقف الحياه يوم ولا اتنين وخلاص، وبعد كده تاخد لها مهدئات بتعقل كده تبقى حلو خلاص، ما تسقطش حضانتها دي، امها تراعي العيال لحد ما ايه هي تفوق لنفسها. تاني حاجه الحريه، ما تبقاش رقيق. احنا ما عندناش رقيق دلوقتي الحمد لله، لكن كان زمان في رقيق رق، فلازم تبقى الحاضنه حره، لان لو ما كانتش حره، لو كانت اما مشغوله بخدمه سيدها تقوم تسيب العيال وتخدم سيدها، ولو قعدت تخدم عيالها سيدها يضربها، لان ما لهاش سلطان على نفسها، يبقى لازم تبقى حره. فلا حضانه لرقيقه وان اذن لها سيدها في الحضانه، حتى لو سيدها اذن لها في الحضانه بس هو سلطانه عليها، في اي وقت ممكن ايه يطلبها تخدمه وتسيب العيل يضيع. ثالث حاجه الدين، ما ينفعش تحضنه كافر على مسلم. يعني هو راجل كان متجوز واحده مسيحيه مسلم وخلف منها عيال وطلقها، الحضانه للاب على طول، لان ما ينفعش يسيبهم لامهم المسيحيه هتاخدهم الكنيسه. فهمت بقى؟ ما ينفعش، ما فيش حضانه لكافر على مسلم، ما ينفعش. لكن ممكن تبقى الحضانه للمسلم على الكافر. فهمت ازاي؟ لان المسلم يؤتمن، مش هيكره حد على دين غير دينه، المسلم عنده لا اكراه في الدين. فهمت بقى ازاي؟ فيؤتمن المسلم، لكن لابد ان ما فيش كافر يبقى ايه يحتضن مسلم ابدا لاي سبب من الاسباب، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واضح؟ يبقى الدين، فلا حضانه لكافره على مسلم. يبقى لو تزوج مسيحيه او غير مسلمه، يعني يهوديه او مسيحيه وله منها اولاد فطلقها، يبقى الحضانه ليه كلمه واحده ولو عندهم يوم واحد، هو المسؤول يدبر لهم مين اللي يرضعهم مين اللي يقوم بيهم قبل ما يطلق. فاهم؟ يا اما بقى يصبر لما العيال تكبر لو هو مش لاقي حد يرضعه. الرابع والخامس العفه والامانه، لازم تكون عفيفه وامينه، لازم تكون ست عفيفه وامينه، وتملي العفه تلاقيها منبثقه بالامانه، يعني كل امين عفيف، تلاقيها العفه والامانه كانها مترادفات، يعني لازم الاثنين يبقوا موجودين مع بعض. فلا حضانه لفاسقه. الام مثلا بتشتغل في صاله قمار في كازينو ليل، فهمت ازاي؟ او بتشتغل بتسقي خمور للناس، دي فاسقه، او ما بتصليش اصلا، لان عدم الصلاه فسق برضه، ده بل بالعكس ده تارك الصلاه ده امام الفاسقين. يبقى لو المراه تاركه للصلاه لا تصلح ان تكون حاضنه. فهمت بقى ازاي؟ لو المراه بتعمل اشياء ضد العفه، كان تكون بتعمل في كازينو ليلي او بتصرف في صاله قمار او في وظائف لا تليق، يبقى في الحاله دي ما تصلحش تبقى حاضنه، لانها هتعر العيل، العيل لما يكبر هيتعير بيها. فهمت ازاي؟ فالاحسن ما تبقاش حاضنه. الرابع والخامس الحاجات دي كلها لازم القاضي يبص فيها، عشان لما يجي يحكم في الحضانه يحكم حكم صح. القاضي لازم يكون ايه فاهم وعارف الحكايات دي كلها، عشان لما يحكم بالحضانه، لان ساعات يحكم القاضي بالحضانه للمراه مطلقا وينسى يسال هي بتصلي ولا ما بتصليش، وده على فكره شائع شائع جدا، لان هو يقول لك فاسقه يعني انا ما بتشربش خمر ولا بتلعب قمار ولا بتزني تبقى مش فاسقه. طب ما هو لو تاركها الصلاه ما هو فاسقه برضه. فهمت؟ فلازم يسال اهلها هي مواظبه على الصلاه ولا لا. فهمت ازاي؟ لو قالوا له لا ده صلاتها متقطعه ما يحكمش بالحضانه دي، لانها تبقى فاسقه. فدي نقطه مهمه. ولا يشترط في الحضانه تحقق العداله الباطنه. يعني العداله الباطنه يعني ايه؟ يعني يسال عنها اهلها واقاربها وجيرانها سلوكها ايه؟ ما يشترطش في القاضي انه يسال الجيران ولا حواليها الا لو حصل نزاع. لو حصل نزاع بس، يعني الاب اشتكى وبيتهمها انها ما عندهاش عداله، ساعتها بقى القاضي لازم يسال ناس يزكوها. لكن لو ما اشتكاش يبقى ملوش دعوه بالحضانه ايه بالايه
بالعدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة. واخد بالك؟ العدالة الظاهرة يعني ايه؟ يعني شهود النكاح يكفي، طالما شاهدوا عليها ان دي تبقى صالحة لانها تبقى زوجة، دي عدالة ظاهرة يكفي. ثالث حاجة الإقامة في بلد المميز. يعني العيل ده مولود في القاهرة، يبقى الأم لازم اللي هتحضنه تبقى موجودة في القاهرة، ما ينفعش بقى يجي لها عقد عمل في الكويت وتاخده معاه، ما ينفعش. وخد بالك؟ ولا عقد عمل في دبي، ولا مش عارف في الحجاز، ولا في الحاجات دي، ما ينفعش. حاضنة يبقى اقعدي في بلدك، تحضني العيال. والزوج المطلق هينفق عليكي طول ما انت بتحضني ابنائه. فهمت بقى؟ فلا يلجئها للسفر. ما هو لو امتنع هتضطر تسافر مسكين. ولو سافرت لا تصلح للحضانه، يبقى انت كده بتحرج ابنائك. فهمت؟ والثالث الاقامه في بلد المميز بان يكون ابواه مقيمين في بلد واحد. يعني امتى خيروا بين الاب والام؟ بعد التمييز. لو كانوا الاثنين عايشين في القاهره وهو مولود في القاهره، لكن الاب مسافر، فهمت؟ والام في القاهره، ما خيرش بقى في سن 7 سنين، مش هخير، هو قاعد مع الام لحد ما ايه، يبقى الاب مقيم كمان. فهمت بقى المساله؟ يبقى امتى هخير؟ لو الاثنين مقيمين، لكن احدهما مقيم والاخر مسافر، مفيش تخير بقى، هيبقى حضنته مع المقيم. فهمت المساله؟ فلو اراد احدهما سفر حاجه كحج وتجاره، طويلا كان السفر او قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الابوين حتى يعود المسافر منهما. اراد الولد، اختار الام او اختار الاب، والاب عايز يحج، الحج راح ياخد منه شهر يرجع يقعد مع المقيم لحد ما يرجع اللي في الحج. فهمت ازاي؟ او هيسافر للتجاره او للعلاج او لطلب العلم، مثلا هيعمل دكتوراه بره في اوروبا، هتاخد منه 2 سنين، خلاص يبقى يقعد مع الام لحد ما يرجع. فهمت ازاي؟ ولو اراد احد الابوين سفر نقله، افرض ان حصل بقى تهجير، حصل مشكله وهجروا الناس من بلد الاقامه لاي سبب، او الام والاب قرروا يسيبوا بلد الاقامه. فهمت بقى ازاي؟ الاثنين هيسيبوا بلد الاقامه لضيق الارزاق لاي سبب، او لنشوء حرب، او اي سبب من الاسباب. واخد بالك؟ يبقى الاب اولى من الام بحضانته في الحاله دي، فينزعه منها. ليه؟ لان الطفل كبر، وفي كبر السن فوق 7 رعايه الاب هي المطلوبه اكثر من رعايه الام، لان هنا بقى التربيه. يبقى كانت الاول في 7 سنين الاوليه تنميه، بينمي جسده، وبعد كده التربيه. التربيه الاب اقدر من الام، والتنميه الام اقدر من الاب. فهمت؟ الشرط السابع الخلو من زوج. يعني لازم الام ما تبقاش متجوزه عشان تصلح تبقى حاضنه. اول ما تتزوج زوج يجي زوج امه يعذب العيل، يبقى خلاص تفقد حضانته. فهمت؟ يسيء معاملته. يبقى في الحاله دي لازم الخلو من زوج. لو هي عايزه تفضل حاضنه لاولادها ما تتجوز 7 سنين لحد ما العيل يكبر 7 سنين، بعد 7 سنين تبقى تتزوج. طب ارادت تتزوج، خلاص تتزوج والحضانه تروح لامها. الحضانه تروح لمين؟ للام. فهمت؟ يبقى الشرط السابع الخلو من، يعني خلو ام المميز من زوج. طب افرض تزوجت اخو الزوج اللي هو يعتبر عم العيل، لا باس تفضل الحضانه معاه، لان احنا عارفين ان عم العيل مش هيضيعه. فهمت بقى المساله؟ لو كانت تزوجت واحد من محارم الطفل ما تنتزعش الحضانه منه. فهمت؟ لوجود شفقه زوج الام على الابن، لوجود محرميه بينه وبينه. عشان كده كان زمان في الارياف ايه، لو مات الراجل او طلق وعنده عيال يزوجوها لاخوه، علشان العيل الراجل يقوم بالعيال. فهمت بقى المسألة؟ كان زمان يعملوا كده في الأرياف لما كان عندهم فهم صحيح لهذا الدين. إنما دلوقتي بقى الحكاية إيه؟ عك وخلاص، الطلاق المهم يتم والعيال تضيع مش مشكلة.
ويقعد ده يغيظ دي وهي تغيظه، يقعدوا طول عمرهم بيغيظوا ببعض، وفي الاخر العيال تطلع ايه ملهاش انتماء لاي طرف من الاطراف. فان نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل او ابن عمه او ابن اخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. واضح الكلام. في شروط تانية ما قالهاش الشيخ. افرض عندها مرض معدي. لو عندها مرض معدي ما تحضنوش لان العيل هيتعدي. عندها ايدز، عندها فيروس سي، عندها جرب، فهمت ازاي؟ عندها اي مرض معدي، عندها جذام، يبقى ما ينفعش تحضن الطفل، هيتعدي العيل. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في اسباب كثيره تانيه قد تجعلهم ايه تفقد حضانتها لهذه الاسباب. لو في اي سبب يضر الطفل يعني ظاهر او باطن، حتى ولو عندها قسوه في الطبع تضرب العيل كتير لما ما يسمعش كلامها بتحرقه. احنا شفنا امهات لما العيل ما يسمعش كلامها تسخن المعلقه في النار وتلسعه، فهذه ما تنفعش بحضن، لا تؤتمن. فهمت بقى ازاي؟ يعني اذا كانت قاسيه الطبع. فان اختل منها شرط، يعني من الشروط اللي قلناها في الام سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. سقطت حضانتها يبقى مين اللي يحضنه؟ يبقى الام، امها يعني. طب الام ميته تبقى اختها. طب ليها اكتر من اخت نعمل قرعه بينهم طالما كلهم قادرين على الحضانه. فهمت ازاي؟ وهكذا. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا اشفع عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.